فاش دخلنا البيت قرب ليا واحد البوليسي منهم باش يشوف لاكارت ديالي، مديتها ليه وبقى كيشوف. فاش قرا سميتي عليها ومدينتي تصدم، مورها هز عيني وضرب على وجهي كيتأملني. في الثانية اللي مورها عينيه سالو بالدموع، قال لي وهو كيبكي بلا نواح: انتي بنت بلادي، الله يكون في عونك اختي. قلت ليه: علاش هاد الهضرة؟ قل لي شنو واقع. جاوبني: الله يصبرك، شنو تقدري ديري، الله معاك. سولته واخا كنت عارف الجواب: واش جاو على قبلي؟ فهاد لاكسيون قلب عليا دغيا وقال لي: اه عليك جينا. خطوة لبرا وعطى لاكارت ديالي للرئيس ديالو اللي كان خدام كيعيط بسميتي ملي دخل، غي كيشدها شاف فيا وعينيه شاعلين بالغضب وقال لي: انتي هادي وكتكذبي عليا وكتقولي بكل وقاحة وعينك خارجين بلي ما عندكمش هاد السمية. سالا هضرتو المعفنة وتلفت جيت راجل آخر وقال ليه: ديها البيت بوحدها وقلبها مزيان. خداني داك البوليسي لواحد من البيوت وجاب معايا بنت آخرى وقال ليها: أجي انتي قلبيها من راسها لصبعها الصغير. قلت ليه: علاش كتقلبوا ياك فتشتو الدار كلها وما لقيتو حتى شي حاجه؟ فاش نطقت بدوك الحروف انتبهت باللي صوت الرئيس ديالهم كان كيغطي على صوتي المرعود، صوتي اللي تقدر تشم فيه ريحه الخلعه. سمعتو كيدوي مع شي حد اخر في الراديو: هاد الاخر اللي ما عرفت شكون يكون. قال للرئيس: صافي جيبوها دابا. في الحين قال لي: لبسي حوايجك غتمشي معنا غا خمسة ديال الدقائق. لبست جلابتي والفولار فوق راسي معقود، غنشد طريق عمري تخيلته غيكون مسدود. واش خمسة دقائق ديال المرود غتمشي وعمرها تعود؟ في عز المشاكل تفكرت خواتاتي البنات كانوا عندي شي فلوس وبغيت نمدهم ليهم، ولكن من عيني وقال لي: لا لا غا خليهم لك، راه تقدري تحتاجيهم. قلت ليه: ما غاديش نحتاجهم، انت قلتي لي غنمشي وغا خمسة ديال الدقائق، فكيفاش غنحتاجهم؟ ارجع اكد عليا بلي غنحتاجهم. ما تسوقتش لهضرته وعطيت الفلوس لوحدة من صحاباتي، دفعوني على برا وزيرني واحد فيهم من يدي. كانوا الدروج مظلمين والضو مقطوع، وصراحة أني ما رضيتش يشدني شي قمقم من يدي، وقلت ليه: ما تمسنيش في يدي. قال لي: هذا راه أوردر. قلت ليه: ما كيهمنيش، دير لي مينوط وما تمسنيش في يدي. هضرتي خلاته يطلق مني حتى نزلنا لتحت. كي نزلنا للطريق دفعني جيت باب الطوموبيل اللي كانت بحال شي غول فاتح فمو باش ياكلني. هنا سمعت عاوتاني شي حد من الراديو كيسول: شكون معاها في الدار؟ جاوبو المسؤول: فلانه وفلانه. مراها قال لي الاخر: جيبهم معاها كاملين. طلع عاوتاني كيجري، رجعوا قدامه صاحبتي ماجدة وملاك. طلعونا وما طولناش بزاف تتحرك الطوموبيل كتشحط في الطريق بسرعة فلاشية. في غمضة عين لقينا راسنا وسط واحد البيت في شكال، بيت عامر بالأجهزة الكهربائية، فيها ضوا وبزاف ضوا وحمراء خضراء كتشعلوا الطفالة طول الوقت. غي جلسنا سولنا واحد من الرجال اللي كانوا تماك وقال لينا: شنو باغين تشربوا، قهوة ولا أتاي؟ فاش شفنا مصمكين ما عطينو جواب بسبب الخوف اللي كان راكبنا، جاوب بلاصتنا وقال لينا:
غنجيب لكم قهوة مرة باش يلا توقضوا. مشى ورجع في يديه كويس القهوة لكل وحدة منا وجلس كيراقبنا. فاش شفت وحدة فينا مقربت كسال فمها سولني علاش ما بغاش تشربي قهوتك؟ شربي باش توقضي، راه جوج الليل هادي وانتي كتقمعي عليا هنايا. قلت ليه وش فيفي كترجف بحال شي عالم وطني كي يخبط فيه الريح، راني كنشرب. بالخف قال لي لا ما كتشربيش راه كنشوف. قلت ليه ما عنديش شهيه دابا لهاد القهوه. جا صوتو تاني هو شابع سخريه. لابد تشربي باش تعرفي الدوي مزيان. سديت فمو وحبست من الهضره، قربت الكاس لفمو ودرت راسي بحال اللي كان شرب وكان عاود نحطو الجسد ديالي كيترعد. ما كنتش عارف شنو ممكن يوقع في الدقائق اللي جايه. ما طالش بيا الوقت في هاد البيت، حيت ما هي غير دقائق تسمعت شي صوت كيغوت بسميتي. وبالخف خداني واحد البوليسي البيرو ديال رئيس الفرع براسو. وهاد خونا كيف عرفت من بعد كي يكون ولد الأخت ديال رئيس الدولة. كي دخلت لقيته بعيني خارجين وحمرين كدم، لابس جلابية شفافة ورقيقة وداير رجل على رجل. قال لي نجلس وجلست. قالها لي بلهجة قاصحة، وزاد قبل ما نريح في داك الكرسي اللي كان في السنتر ديال المكتب، شنو علاقتك بالإخوة المسلمين؟ قلت ليه ما عندي بهم حتى علاقة. قال لي هو كيفيفري في كرسي، ما منتمي لتا شي تنظيم ياك؟ وهاد الرسالة منين خرجناها في نظارك؟ نشكرت أمي مثلا. بل لي هز بين صبعانه وريقة صغيرة، عرفت باللي هي نفسها الرسالة اللي كان كتبها خويا صفوان قبل ما يخوي البلاد. واللي وقع أن الوالد كان ناوي يسافر مع صفوان على براد البلاد باش يتعالج من مرض انحلال الدم اللي ركبوه بسبب المعاناة اللي عاناها وهو تابع صفوان بالخلع عليه، ولكن الرجال ديال الحدود ردوهم حيت خويا ديك الوقت كان مازال ما كملش التجنيد الإجباري. حبيت نخلي معايا ديك الرسالة كسوفونير من خويا، ولكن فاش قلبوا البيت ديالي طاحوا عليها. كان مكتوب فيها لي هز هاد الرسالة هو الوالد ديال واحد من المجاهدين. هاد الجملة القصيرة غا حبة، وهادو كيعرفوا كيفاش يديروا من الحبة قبة. بدا رئيس الفرع كيقرا لي منها ومطلعها مزيان. بات واحد من المجاهدين قال لي هاد الباك داير فيها اشتراكي وهو غارويس ديال الاخوان، غابلاتي نشدو غادي نوريه شغلو مزيان. والله حتى ردو بحال الغربال. بقات هاد الجمله محفوره في مخي حتى سمعت على شي احداث كتبكي الصخر مور سنين، وعرفت باللي الوالد مسكين عذبوه اشد العذاب قبل ما يرشيوه اكثر من مره، حتى ولا الجسد ديالو بحال الغربال فعلا. الله ياخد الحق في اللي كان حيله وسباب. انا ماشي من الاخوان، قلتها لي وانا كنت ترعد من الخوف على با وعلى راسي. قال لي ايوا شنو نقول على الرساله؟ قلت ليه ما عرفتش، وقيل شي واحد حطها لي في الصاك هنا وبحال اللي بغى ينال غايه اخرى. بدا كيقلب في الملف اللي بين يديه وسولني شنو كتعرفي على اصحاب خوك؟ ما كنعرف حتى شي حد، ما شفت خويا زمان هذا وما عندي علاقة بصحابه. ما كتعرفي حتى واحد؟ ايوا شنو كتقولي على عبد الكريم رجب؟ شكون
هذا ما كان عارفوش، رجع كيغوت عليا. دونك ما بغاش تعترفي باللي انت من الاخوان؟ قلت ليه لا، انا ما منضم لتا شي تنظيم، فكيفاش باغيني نعترف بهذا الشيء؟ هنا حيد بلغتو من رجليه وشير عليا بيها، حنيت راسي وزقلاتني، مي قصدات الكاتب مورايا وشحطاتو فراسو. رجع الرئيس ديال الهم كيسبني، هادشي كله كتقولي راك ماشي من الاخوان، هاد الفعايل كلها نيت راها غير فعايل ديال الاخوان. ورجع كيدوي على الرساله وكيلوح بها قدام وجهي، وما طولش تخرج من المكتب. واقيلا غادي يمشي يجيب شي جلاد يعذبني. فاش رجع بدا كيقلب في شي وراق كانوا خرجوها من لابوبيل ديال بيتنا، سرحوها ولصقوها، وكلهم امل يلقاو فيها شي دليل ضدي. فاش ما لقاش الكماله ديال الرساله سول الكاتب مورايا واش دخل شي حد مورايا، جابو فوكيسي مزيان. لا سيدي، واش تحركت هاد بنت تيت من بلاصتها؟ واش خويتي المكتب؟ عاود جاوبو بلا. هنا بدا كيقلب في اللي وراه واللي قدامه، ما طاح على والو. ضاعت الرساله فين ما عرفت. زادت شكاويه وعلى صراخه، وبدا كيهددني بهضره طايحه في مقياس السمطاره لتحت ومغرقه بزاف. صاحبتك قالت لي نراك من الاخوان، ولا ما اعترفتيش براسك فرا عندنا اللي يخليك تعترفي بلي لا يطريه ليك. قلت ليه وانا مضروره بالهضره الخاسره اللي قذفني بها، واخا ما عرفت شنو يكون عندكم، انا ما منتمي لتا شي تنظيم وما غتسمعوا مني غا هاد الهضره. مور هاد الفلاش خرجوني من المكتب وداوني لبيت اخر كيشبه الاول فاش استقبلونا، وخداو صاحبتي ماجده لمكتب الرئيس. ما جيت نرد النفس حتى رجعوني عندو تاني باش نلقى ليستة ديال التهم كتسناني. تهم تقدروا تفرقوا على ثلاثه ديال الرجال وما غاديش تكفيهم. انتي متهمه باللي كتفرقي مجله النادر المعارضه للنظام، وكتعطي دروس اضافيه لموسيو قطب في جوامع، زيدي على هذا شريتي بيت التنظيم، وفوق هذا الشيء سقطي طوموبيل عامره بالسلاح وبلاصيتيها في حي المهاجرين. ونزيدك كاين اعتراف منه وحده من صحاباتك بهذا الشيء كله. قلت ليه راها كذابه، ما عندي حتى علاقه وما درت حتى شي حاجه من هذا الشيء اللي قلتي. هنا ضربات لي فراسي الطن، بديت كنفهم شويه شنو واقع. قدرت من هضرتو نفهم باللي شي بنادم هو اللي نقل هاد الوشايه وشرى ليا القرده، وهو نفسو داك بنادم اللي كنت كنسمع باللي خص الواحد يدير منو اطونسيون واخا جامي شفتو في حياتي. عبد الكريم رجب، جاسوس ديال المخابرات اللي كان مدسوس بالاخوان. فرحت لهاد الشيء لاش وصلت وعرفت باللي هادي غاتوها مرخيصة بغي يعمر بيها الوراق وصافي. وخا الظروف صعيبة سرى معايا واحد شعور ديال الثقة. ما جاوبت على التهديدات ديال داك المريض رئيس الفرع اللي فرع لي راسي بهاد الكلام. إلا ما اعترفتيش بنت تيت فراها عندنا طرقنا باش نخلوك تعترفي. رجعوني لذاك البيت الغامض، وما داز بزاف حتى لحقوا عليا صاحبتي مالك. المسكينه كانت في ايامها الاولى في لافاك معايا، ما كانت كتعرف البلاد تا بلاصه ولا تدري من البشر غيري. فاش خلاونا تحت عينين واحد الغارديان، خداو ماجده وبداو معاها التحقيق. فاش
سهل اجا الضرة عليا والليلة داز نصو ديك لوقيته نفس الكاسيطة كالتعاود. قال لي صاحبتك الأولى وقيلك يقصد راجب اعترفت عليك وها صاحبتك الأخرى هي دارت نفس الحاجة وعرفنا منها باللي انتي من ضمة لجماعة الإخوة المسلمين بلا ما يتسنى تاشي رد. أعطى الأوردر لواحد البوليسي آخر خرجني من عند مول البلغة وبقى غادي بيا في واحد الكولوار لصقني مع الحيط وقال لي نرفع يدي ونوقف على رجل وحدة. هنا قلت في راسي صافي ها هما خرجوا لي نيشان وخيطوا لي التهم على مهل. دابا جا الوقت باش يا إما يقرطصوني أو اللي يعدموني. ما تحركت عقارب الساعة بزاف حتى لقيت صاحبتي مالك جنبي مصمرة دايرة بحالي هز يديها الفوق ووقف على رجلها وحدة. هنا بلغني البارد وحسيت باللي النهاية قربت. كيفاش غايصفوني أخوتي؟ واش غيطلقوا لي رصاصة في الراس ولا غيشنقوني؟ ما عرفتش. النهاية قربت وما عدي ما نخسر. سولت البوليسي مرايا واش غادي تعدمونا؟ قال لي لا واش كيسحب ليك لعدم كيجي بهاد البساطة. بافا ودي دازت نص ساعة الوقت في بحال هاد المواقف ما عندي جدا متامانة. دخلوني مرا البيت اللي عامر بالضواو قالوا جلسي وجلست. مالك تايا جابوها معايا وجلسوها في واحد الفوطوي غي ريحت المسكينة وهي تايا ونسات ما بقات كتحس بوالو. اما انا فكان ستريس لعب بيا وكنت كنسمع صوت ماجدة كيزورني ويعاود يغيب. ما عرفتش شنو كتقول ولا شنو كتاكل من انواع التعذيب. تلفت جيت مالك وبديت كنهمس وانا في قلبي نار باغا تغوت مي كنكتمها. مالك مالك شوف على طرف الباب شنو واقع؟ والو اختي مالك ما كايناش في هاد العالم. بقات هكا حتى الصباح وانا اعس عليها وكنحاول ندوي معاها ولكن كنت بحال اللي كيكب الماء في الرمله. كنت على اعصابي وما قد حتى نتبت على الكرسي تحتي. تحامى عليا الناس والخوف بجوج. في كل ثانيه كيبان لي بوليسي داخل وواحد اخر غادي هذا يرمي مسوال بلا معنى والاخر يبقى غا كيشوف ويتبسم. حتى الوقيته اللي طلع واحد منهم مع طلوع الصبح كيسولني واش باغي نتفطروا واش ما جاكمش جوع؟ قلت ليه لا. قال لي شنو تشربي؟ نقزت لا لا بلاش شكرا. قال لي غنجيب لك كاس ديال اتاي باش توقضي. مشى جاب لي الكاس ولكن قاع ما قربت ليه. فاش وصلت ديك 8 الصباح دخلوا تاني وفيقوا مالك خرجونا التحقيق جديد ولكن هاد المرة نزلونا لسفلي. فاش كانوا نازلين بينا قلت المالك غاب شوي ناري غيديونا الفلاقة دابا ما فيها الشك. هنا نقزت مسكينة كتقول لي لا لا ما تقوليهاش. قلت ليها ايوا شكون قال لك تناسي بالليل؟ كون صحصحتي معانا كون سمعتي شنو قالوا الماجدة على الاقل كنا نفهموا شنو غايوقع. هنا كيسالي الجزء الثاني نتلاقاو في الجزء الثالث.